أعلنت المديرية العامة للجوازات عن اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، حيث بلغ عددهم أكثر من 1,700,000 حاج. كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى. السنة هذه طورنا موضوع استقبال الحاج، لأنه هدفنا في المنافذ هدفنا هو عملية كيفية نستقبل الحاج، كيف نسعد الحاج، ليس فقط سرعة إنهاء الإجراءات، أيضا كيف يشعر أنه في بلده، كيف يشعر أنه مرحب به. نحن عندنا قوة احتياطية، جميع كونتراتنا في المطارات في المنافذ جميعها عليها مشغلين واحتياط مع المشغلين في حالة الحاجة، حتى لا يتوقف ولا وقت الصلاة ولا يتوقف وقت الأكل أو حتى حاجة المشغل. جاء المؤتمر ليؤكد حرص القيادة الرشيدة بتسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ المختلفة، مجهزة جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم. الأوامر والتعليمات ووضع التنظيم للحج، أولا التنظيم لدخول المملكة العربية السعودية، ترحب بجميع من يأتي إلى المملكة بطريقة نظامية بوثيقة نظامية وتأشيرة نظامية. وأثناء العمل طبعا واجهنا بعض الحالات المخالفات بالنسبة للقدوم. الحقيقة نحن تم رصد لدينا 64 حالة تزوير بالوثائق، تختلف حالة التزوير، طبعا هؤلاء يعيدوا من حيث أتوا. إن كل المجهودات التي تقيمها إدارة الجوازات تأتي لتسهيل سير ضيوف الرحمن، ولن تتوانى في معاقبة من يخالف الأنظمة، حيث أن المشاركين من قطاع الجوازات في مهمات الحج يعملون على مدار 24 ساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن. لقناة المجد، عادل بفلح، جدة.